لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أول تعليق من زوجة الرئيس قيس سعيد على مرض زوجها الرئيس قيس سعيد، حيث انتشرت أخبار في صباح اليوم الأربعاء أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد تعب وتم نقله إلى المستشفى وكشف عن حالته الصحية، حيث علقت إشراف شبيل قائلة: أتمنى الخير له دائما، هو يمشي في الطريق الصحيح ويريد تلبية كل طلبات التونسيون دائما. وقال: أتوقع ذلك التعب كان بسبب عمله، حيث إنها قالت يعمل ما دائما طوال اليوم من أجل تلبية طلبات التونسيون، حيث قالت أن الرئيس قيس سعيد هو أوفر رئيس جاء لحماية البلاد تونس وينتظر من الجميع دعمه فقط، حيث طلبت بدعوات له بالشفاء وأن يحفظه الله في الأيام القادمة لأن هذا التعب سيروح سريعا، ولكن عليهم الدعم فيما هو قادم لأن الرئيس قيس سعيد يحتاج الدعم لتلبية كل طلب مواطن تونسي ومواطن تونسية. وقالت أن هناك طلبات كثيرة من الشعب التونسي ويحاول الرئيس قيس سعيد تنفيذ طلباتهم على حد أقصى.